تستمر الوقفات المطالبة بإطلاق سراح المختطفين، وتستمر المفاوضات في الوقت نفسه. هذه المرة وقفة لأمهات المختطفين الباحثات عن إجابة سؤال ظل يؤرق ليلهن لأشهر. في العاصمة صنعاء نفذت رابطة أمهات المختطفين بالتعاون مع حملة أطلقوهم وقفة تضامنية أمام بعثة الأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق ذويهن في سجون الميليشيا. المشاركات أدن تغاضي الأطراف عن ملف المختطفين والمخفين قسرا، وعدم جعل هذا الملف أولوية قبل الشروع بأية مشاورات أو مفاوضات. بالتزامن مع ذلك نفذت وقفة أخرى في تعز، دعت لها المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية للمطالبة بإطلاق سراح الآلاف من المختطفين. نناشد المجتمع الدولي والإقليمي وخصوصا مؤتمر الكويت بالضغط على جماعة الحوثي وصالح بسرعة الفراج عن المعتقلين والمختفين قسرا. وتشير التقديرات إلى أن عدد المختطفين لدى الميليشيا بلغ حتى نهاية مارس الماضي نحو 8400 مختطف من مختلف فئات وشرائح المجتمع، ويتعرض هؤلاء للتعذيب.